بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا أن العقود إما أن تكون لازمة من الطرفين، أريد أمثلة على عقد لازم من الطرفين، يعني يجب الوفاء به من الطرفين وليس له الفسخ، عقد لازم من الطرفين. نعم، يقول باع كتاب منهج السالكين ب5 يورو، يصح البيع؟ وانتهى وخرج من المجلس، هذا الكتاب مكتوب عليه وقف، إذا ما يجوز بيعه فالبيع باطل. باع بعد نداء الجمعة الثاني، يعني بعد أن قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدأ يؤذن المؤذن، بعد الأذان بدأ يخطب الإمام، فقال هذا لهذا: تبيعني الكتاب؟ قال: نعم. أي كتاب؟ قال: كتاب ماذا؟ كتاب تفسير ابن كثير. قال: نعم، اشتري منك. بكم؟ ب10. هل يصح البيع؟ ننظر، تلزم الجمعة؟ نعم، إذن فالبيع باطل. لا تلزم الجمعة، مسافر أو مرأة تبيع أخرى، فالبيع صحيح. هذا عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين. من يعرف؟ نعم، الوكالة، توكل إنسان في أن يشتري لك أضحية مثلا أو جوال، وقلنا تصح الوكالة فيما تصح الوكالة فيه، وفي أشياء لا تصح فيها الوكالة، مثل الصلاة، صحيح؟ القسم بين الزوجات، لديها أكثر من زوجة، فقال لمرأة مثلا، قال: أريد أن تبيت اليوم مع زوجتي مكاني، وكالة، يصح؟ ما يصح. طيب، هذا عقد جائز، ما معنى أنه جائز؟ أنه يصح للأول، الطرف الأول والطرف الثاني الرجوع عن الوكالة. نعم. طيب، عقد جائز من طرف واجب من طرف: الرهن. الرهن جائز من طرف وواجب من طرف آخر. الحقوق توثق بماذا؟ من يعرف؟ الحقوق قلنا توثق بماذا؟ توثيق الحقوق. نعم، بالرهن وبالضمان وبالكفالة. بالرهن وبالضمان وبالكفالة. طيب، المحجور عليه قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ نعم، محجور عليه إما لحق نفسه، هذا الصغير أو السفيه. نعم، والمحجور عليه لحظ غيره أو لحق غيره، هذا الذي يأخذ أموال الناس وعليه ديون وكذا، يرفع أمر هذا إلى السلطان فيحجر عليه، ينظر في القضية وكذا. طيب، بيع، خيار، وإقالة، وقلنا بعد هذا صلح. ما حكم الصلح؟ نعم، جائز بين المسلمين، إلا إذا كان يقلب المحرم إلى حلال والحلال إلى حرام، فتصالح البائع مع المشتري على شيء يجعل المحرم حلال والحلال حرام، فهذا وإلا فالصلح جائز، بل أحيانا يكون مستحب، يؤجر عليه. نعم، صلح بين الناس، فتح الله عليك. طيب،
الوكالة ذكرنا الوكالة كذلك والشركة والوكالة عقد جائز بين الطرفين، وكل النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون العامة والخاصة، والشركة تصح بكل صورة من الصور بشرط أن لا يدخلها الظلم والغرر. يقول لك ربح الصيف ولي ربح الشتاء، ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين أو كذا، نعم، أو لي الربح ولا خسارة عليك، خسارة عليك لا يصح، نعم. طيب، يقول باب يجعل الفقراء يذكر الفقهاء رحمهم الله، وهو باب إحياء الموات. إحياء الموات يعني الأرض الميتة، أرض ميتة ليس فيها شيء من ما يزرع الإنسان بنفسه، يعني ليست ملك لأحد، الأرض التي ليس لها مالك. الشرع يريد عمارة الأرض، نعم، وجاءت حديث كثيرة في فضل الزرع، حتى إذا أقيم قامت الساعة وفي يد أحدكم على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه المبادرة إلى يعني هذه الأمور والسقي والزرع وغير هذا. فإحياء الأرض الموات يعني كيف تمتلك أرض ليس لها مالك؟ ماذا تصنع؟ تصنع أشياء، وبهذه الأشياء تكون أنت مالك لهذه الأرض، لكن بشرط أن تكون هذه الأرض ليس لها مالك. ذكرنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني أرض محمية، هذه السلطان وكذا يحمي بعض الأراضي، يعني بعض الدول الآن لا تستطيع أن تجد مكان يعني ليس ملك للدولة، كل الأماكن مملوكة، وبعض الدول تجد يعني يقول من في حدود كذا وكذا هناك أراضي من أراد أن يزرع فيها وكذا فهي له. طيب، كيف يمتلك هذه الأرض؟ يملك يقول هذه الأرض بأن يجعل عليها حائط، يحفر فيها بئر، لكن بشرط أن يخرج الماء، أو يزرع فيها زرع يكون بفعل الإنسان، لأن هناك عندنا بعض الأشجار تخرج بلا فعل، يعني بنزول المطر فقط، نعم. طيب، فيمتلكها، وأحيانا يصنع أشياء ولكن لا يمتلك بهذه الأشياء هذه الأرض. مثاله حفر بئر لكن لم يخرج الماء، فهو أحق بهذه الأرض لكن لا تكون له ملكية لهذه الأرض. وعلى اعتبار المسائل هذه، يعني في أنه يمتلكها أو غيره، عندنا في المعمول به في المملكة العربية السعودية يصنع هذه الأشياء، يزرع ويجعل حائط وبئر، ثم بعد هذا يرفع هذا الأمر إلى المحكمة، محكمة تنظر وتخرج لجنة إلى هذه الأرض وينظر فيها، ثم بعد هذا يكون القرار إما أن يمتلك هذه الأرض أو لا. طيب، مسائل يكثر السؤال عنها ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، الجعالة. الآن يجعل مال معلوم لمن يعمل له عمل، يعني مثاله مكافأة، الجعالة أو مكافأة. نقول مثلا هنا في الدورة: من يحفظ كتاب التوحيد فله جائزة، هل يصح أو لا يصح؟ يصح، إذا حفظ هذا الطالب فله جائزة، هذه الجائزة
أحيانا تكون مجهولة، الآن لم أذكر جائزة مجهولة، يصح يصح، لكن هذا لا يصح أين؟ في البيع. فباب الجعالة أوسع من باب البيع. أو أقول من حفظ كتاب التوحيد فله مجموعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا. إذن يصح أن يكون على شيء معلوم وعلى شيء مجهول. نعم. فإن حفظ هذا كتاب التوحيد ماذا؟ أعطيه هذه المجلدات من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن لم يحفظ فلا يستحق شيء. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في الجعالة إلى أنها تصح حتى على أعمال القرب، يعني العلم، طلب العلم قرب إلى الله سبحانه وتعالى، يصح يصح. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني إذا قتل رجل في المعركة من الكفار له أن يأخذ ما لديه من سلاح ومتاع وما لذلك. طيب، الثاني الإجارة، يستأجر شقة أو سيارة أو قصر أو ما إلى ذلك. الأصل في الإجارة كما قلنا في البيع، نقول في الإجارة هنا أنها جائزة، وهو أي المستأجر أمين من الأمناء. ما معنى هذا؟ ما معنى أننا نقول أنه أمين من الأمناء؟ تقدم معنا هناك في الوكالة أمين أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط ضمن بكل حال من الأحوال. إذا تعدى أو فرط ضمن بكل حال من الأحوال. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. استأجر سيارة من شركة التأجير 100 يورو في اليوم. طيب، أخذ هذه السيارة وجاء عند البقالة وترك السيارة مفتوحة وعليها المفاتيح ودخل البقالة، خرج لم يجد السيارة، أمين سبحان الله. لماذا؟ فرط هنا. نعم. طيب، أخذ هذه السيارة ووضع فيها أوزان ثقيلة 20 طن، حمل هذه السيارة، وهي سيارة لحمل الركاب لا لحمل البضائع، حتى فوق السقف وتكسرت الحمد لله. قال الحمد لله، أنا أمين من الأمانة، لا ضمان عليه، بل عليه الضمان. نعم. طيب، فعل ما لا يجوز. الشقة الآن، استأجر الشقة على أنها سكن عائلي، مفهوم؟ طيب، ثم استخدم هذه الشقة في ماله، في السكن العائلي، تزوج والحمد لله فيها، يصح يصح. ثم بعد أيام بدأ الماء، يعني ماء الأمطار، ينزل عليه من السقف. على من هذا؟ على صاحب الشقة، صحيح؟ طيب، جاء ولد من الأولاد وأخذ يكسر في البلاط الذي على الأرض، على المستأجر، هل له أن يؤجر الغير؟ الأصل لا، إلا إذا كتب هذا في العقد. ويؤجر من هو أقل منه ضررا، لأنه قد يكون هناك غرض في تأجير هذه الشقة أو الدكان. يعني مثاله الآن دكان يجعل فيه بقالة، هذا لا إشكال عند أحد فيه، لكن تعرف أنه إذا أراد أن يجعل هذا الدكان مخبز قد يضر بالعمارة من حيث الغاز وكذا، صحيح؟ أي نعم.
طيب أيضا ذكر مسألة مهمة جدا يكثر السؤال عنها، اللقطة. ارتاح واجعل اللقطة على ما جعلها المؤلف رحمه الله تعالى. اللقطة أي شيء التقط، ليس يعني لا يعرف له مالك، يؤخذ. اللقطة يقول على ثلاثة أضرب، لقطة على ثلاثة أضرب. الأول ما تقل قيمته، وهذا يرجع فيه إلى العرف. تقل قيمته عند من؟ عند أوساط الناس، لأن هناك أناس صلى الله السلام العافية يعني بخلاء، يعني لو فقد يورو واحد تجده يوم كامل يبحث عليه ويسأل ويقلق ويذهب ويرجع وكذا. يا أخي قال لا، كيف يعني لابد أن أجد هذا اليوم، صحيح؟ أي نعم، تقل قيمته عند أوساط الناس، عند أوساط الناس، لأن عندنا تقريبا يعني الوسط عندنا هنا في اليورو تقريبا والله أعلم إلى 20 يورو، يعني هذه في الغالب أنه لا، النفس ما تتبع إلى 20 يورو، لكن 50 100 لا تقريبا. فإذا مر إنسان وهو ماشي بالطريق، مر وجد يورو واحد في الطريق، هذه لقطة، يأخذه ويمشي والحمد لله. وجد قلم كم يساوي؟ نصف يورو أحيانا، يساوي نصف يورو، نعم. رغيف خبز، قطعة من الخبز، أخذها وأكلها لا إشكال. عصا، طاقية، هذا ما تقل قيمته، يعني أوساط الناس، لا الفقراء ولا الأغنياء، الوسط من الناس، إذا فقد شيء من هذا لا يبحث عنه في العادة، يبحث عنه أحيانا يعني مدة يسيرة جدا، لكن يبحث عنه، يظل يبحث عنه سنة كاملة، يبحث عن اليورو، ما يعقل هذا يا رجل. فهذا يملك بلا تعريف. وجد هذه العلبة من المناديل في الأرض، يأخذها ويمشي، مفهوم؟ أين مو هنا في المسجد، لا، أو في بيت إنسان وقال الحمد لله هذه لقطة، لا، في مكان نعرف أن هذا الشيء ليس له مالك. أنا أركب في سيارة هذا الأخ وأجد 1 يورو، أخذه وأضعه في جيبي، لا، هذا معروف، كل ما في هذه السيارة لهذا الأخ. طيب هذا هو القسم الأول، ننظر إلى ما عليه الناس الذين هم لا إفراط ولا تفريط، الوسط. 20 يورو تكفي؟ اذكر الشيخ العباد عندنا حفظه الله، أن يعني الذي يعني لا تتبعه نفوس بعض الناس 20 ريال، هو عندكم تقريبا 20 يورو، لأن نحسب الريال بالنسبة لنا على ما عليه الاقتصاد وكذا، هنا بيورو تقريبا والله أعلم. طيب إذن وجد، أكرمك الله، نعل قديمة في الطريق، ماذا يصنع؟ لقطة، يأخذها بلا تعريف. وجد وجد ماذا؟ كأس ماء، يأخذه والتقطه ولا إشكال. إبرة، يأخذه ولا إشكال. طيب فتح الله عليك. الثاني من اللقطة الضوال، يعني أشياء تكون ضالة، يعني ضالة عمن؟ عن صاحبها. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، عندنا
كبار السباع وصغار السباع. فعندنا ضوال لكنها قوية. الإبل الآن قوي، صغار السباع هل يقدر على البعير؟ لا. فهذه الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الخيل فرس، هل يمتنع من صغار السباع؟ نعم. بماذا؟ قال إما بالقرون يدفع، أو بالجري يجري مثل الخيل، أو بالطيران كما في الحمام مثلا. صح. إذن عندنا أشياء تمتنع من صغار السباع، يعني تستطيع أن تدافع عن نفسها من صغار السباع، لكن تعرف أنه كبار السباع لو اجتمعوا على بعير قضوا عليه. إذن نحن ننظر في الضوال. ما معنى الضوال؟ يعني ضلت عن صاحبها. كيف؟ أريك الآن. الآن مثلا تخرج من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، تمشي في الطريق تجد بقرة في الطريق، هل هذه ضالة؟ ننظر هل هذا المكان فيه أناس وفيه مراعي وكذا؟ نقول نعم. الأصل في الأغنام أنها تخرج وترعى، والأبقار تخرج وترعى، هذه ليست بضالة. صحيح. لكن الضوال تجدها في مكان يغلب على الظن أنها خرجت عن أماكنها وظلت ضالة. فهذا ماذا تصنع فيها؟ الضوال التي تمتنع من صغار السباع ماذا تصنع فيها؟ تتركها. وجدت بعير في مكان يغلب على الظن أنه ظل عن صاحبه، يمتنع من صغار السباع؟ نعم. إذن يخرج صاحب هذا البعير ولا بد ويبحث ويبحث عنه حتى يجده، أو هذا البعير يمشي أيام ثم يرجع إلى صاحبه ولا إشكال. كذلك الآن تربى بعض الطيور وتعرف أنها تطير وترجع، وحتى أحيانا عليها علامات في أرجلها، فمجرد ما تراها تعرف أن لها مالك، تطير وترجع، تعرف في أماكن معلومة مثلا. فهذه الضوال التي تمتنع من صغار السباع ماذا نصنع بها؟ نتركها، لكن بشرط أن تكون ظلت عن صاحبها، أما في أماكن لا. الثالث، ما هو الثالث سوى ما ذكرنا؟ ما تقل قيمته يؤخذ بلا تعريف، ما يمتنع من صغار السباع يترك، غير هذا ماذا نصنع فيه؟ انتبه. الغنم الآن وجدنا ضالة غنم، نعرف أنها لا تمتنع من صغار السباع، دجاج. وجد هذا الأخ هذا الآيفون في الطريق، وجده، هذا غير ما ذكرنا، ساعة، لابتوب، نعم، فهذا لقطة. ماذا تصنع؟ انتبه. هذا الجهاز تقل قيمته؟ لا تتبع وسط الناس؟ لا. قبل أن ترفع هذه اللقطة من الأرض تنتبه، تنظر، هل تستطيع أن تعرف هذه اللقطة مدة سنة كاملة هجرية؟ إذا يغلب على ظنك أنك تفعل هذا ترفع الجهاز، وإلا أتركه مكانه، لأنه مجرد ما ترفع هذا من الأرض ضمنت، ضمنت ماذا؟ أن تعرف هذه اللقطة مدة عام كامل. لماذا؟ طيب رفع ونظر فيه، قال والله لعلي أتعب فيه، وبعد هذا يعني ما أريد هذا النوع، ما أريد، لا ما يصح. مجرد ما رفع هذا من الأرض
قد يمر صاحب هذا الجهاز وينظر هنا ولا يجده، فأنت مجرد ما التقطت هذه اللقطة أصبحت الآن عندنا ضامن وأمين. أي نعم. طيب، لا تعدي ولا تفريط. فماذا يصنع؟ يصنع إذا التقط اللقطة التي هي غير ما تقل قيمته أو الضوال التي تمتنع عن صغار السبع، ماذا يصنع؟ يعرف هذه اللقطة مدة سنة كاملة. أين؟ ينظر في غلبة الظن، غلب على ظنه أن الذي فقط لهذه اللقطة يمر من هذا الطريق، إذن يعلن هنا. عندنا بعض الجرائد وكذا التي فيها إعلانات يعلن، أقرب دكان مثلا يأتيه ويتردد عليه في عام كامل، بعد سنة تكون هذه اللقطة ملك له. مفهوم؟ أعيد؟ تعيد؟ نعم نعم. اللقطة على ثلاثة أقسام: ما تقل قيمته ولا تتبعه أوساط الناس، القلم والخاتم، هذا الخاتم نعم، أما خاتم ذهب لا، وكذلك عندنا بعض الساعات ما تساوي شيء أصلا، صحيح نعم، والعصا وغير هذا، فهذا يلتقط ولا إشكال فيه. والضوال القسم الثاني التي تمتنع من صغار السبع: إبل، خيل، بقر. أعوذ بالله، البقرة إذا جاءها صغار السبع تقف، وكذلك الحمار يقف ويقول تفضل. نعم، ماذا دهاك يا رجل؟ بقرة ما تمتنع من صغار السبع، الله أعلم، وكذلك الحمار أكرمكم الله، حمار يقتنى أم لا؟ يقتنى، لكن إذا جاء صغار السبع هو ما يصنع شيء أصلا، توقف والحمد لله. الطيور، وإما أن يكون الدفاع بالقرون مثلا أو بالجري كما في الخيل كذلك، أو بالقوة أو بالطيران، صحيح، انتهينا. هذا القسم الثاني، هذا لا إشكال فيه، الإشكال أكثر ما يكون في القسم الثالث. ولذلك هذا من فقه الفقهاء، ذكروا الأول والثاني وتركوا لك قسم الثالث. أمثلة: جوال آيفون، لكن في جوال آيفون من عام الثمانينات، هذا يعني حتى يعني الفقراء ما يأخذوا يتركوه، وانت ترى الآن يعني أشياء ما يتبع أحد، قارورة البيبسي هذه الفارقة ما يأخذها أحد ولا يسأل عنها أحد أصلا، ترمى، صحيح؟ نعم. الأوراق كذا، الجرائد، المجلات، حتى لا يأتي ويأخذها أحد، صحيح. طيب، مثال آيفون 100 يورو، ساعة، بعض أنواع الساعات يعني لها قيمة، صحيح، وغيره، حاسوب، آيباد، نعم، وغيره. ماذا نصنع قبل أن ترفع أي شيء من الأرض يغلب على ظنك أن تعرف هذا الشيء لمدة سنة كاملة هجرية؟ اليوم كم؟ 27. يا رجل، 27 من شهر ديسمبر، هذا لا تنظر إليه أبدا في الشريعة هنا، نعم، تنظر إلى تقويم الهجري. من قال 27؟ أعوذ بالله، لا اعتبار لهذا أصلا. نعم، تقويم بالهجري، تنظر هذا اليوم أي من أيام السنة،
شهر صفر في يوم كذا، 25 من شهر صفر عام 1435 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى 25 من صفر عام 1436، تعرف في المكان الذي يغلب عليك أن صاحب هذه السلعة يأتي ويبحث عنها مدة عام كامل إلا لقطة مكة. فماذا تصنع؟ تأخذها إلى قسم مفقودات الحرم وهم يعرفوها لأنها لا تلتقط، مفهوم؟ طيب، غير هذا، ضالة الغنم، ضالة غنم، يعني في مكان يغلب على الظن أنك إذا لم تأخذها ماتت أو أخذها الذئب، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ماذا تصنع؟ تأخذها وتعرفها سنة كاملة. كيف نعرف أنها ضالة؟ يغلب على الظن أنك إذا لم تأخذها وتحافظ عليها ماتت أو كانت للذئب أو كانت لأخيك. انتبه. نعم، رجل كان لديه يعني شاة وضاعت، مجرد ما ضاعت توجه مباشرة إلى المسجد، لماذا؟ أخذ يدعو يقول يا رب لا تجعلها في يد فقيه، لأنه لو جعلها في يد بعض الناس هدانا الله إياه يجد لها ألف مخرج، يقول لعلها لكافر، لعلها لكذا، يأكلها الحمد لله. إذن هذا الباب حتى تعرف الأشياء التي تلتقط والتي لا تلتقط، والأشياء التي تعرف والتي لا تعرف، مفهوم؟ طيب، فتح الله عليك. اللقيط هو الذكر أو الأنثى، ولد لا يعرف أبويه، فماذا نصنع؟ قال التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. عندنا فرض كفاية وفرض عين، من يفرق لي بين فرض الكفاية وفرض العين؟ من يفرق لي بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض كفاية يقوم على بعض الأمة، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض يقول لا ما نريد هذا، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لا، فرض الكفاية ماذا؟ ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل. الأذان هنا في هذا المسجد فرض كفاية، ينظر فيه إلى الفعل، أي واحد أذن حصل الفرض، طبعا هناك تنظيم إمام المسجد والمؤذن وكذا لا إشكال. القضاء الآن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع، خطأ، ما يصح أن تقول أثم الجميع، أثم من؟ ولا كان حتى هذا قاضي، حتى أنا أكون قاضي، لا ما يصح، أثم من هو أهل للقضاء. ولذلك قلنا الصديق رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام، لأنه عرف أنه لابد من القيام هنا، فرض على الصديق، والحكم أن يكون هناك خليفة، فرض كفاية، قام به البعض الصديق سقط عن الباقي، وإن لم يقم به البعض سقط عن الذي لا يستطيع، وكان الإثم على من استطيع. أما فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل ولا ينظر فيه إلى الفعل. الصلاة الآن فرض عين، ينظر فيه الفعل، لا بد أن يصلي الجميع. نعم، لو صلى واحد وقال الحمد لله سقط عن الباقي ما يصح، مفهوم؟ طيب اجلس، فتح الله عليك.
فإن تعذر يعني لم نجد أحد يأخذ هذا اللقيط يكون على بيت مال المسلمين. أيضا ذكر باب المسابقة والمغالبة، وهذا إشكال، ما أدري يوجد لديكم هذا، والله أعلم أنه كثير. كيف هذا الأخ لديه فريق للعب الكرة هدانا الله إياه، وهذا لديه فريق، وهذا لديه فريق، وهذا لديه فريق، يجتمع هؤلاء يقول اسمع كل فريق يدفع 1000 يورو، ويدفع الناس في الكرة كل شيء يكون، والكرة جمعت كل شر على وجه الأرض، قمار والسحر وكهانة ونساء وغنى وغيبة ونميمة، وحدث ولا حرج، صحيح؟ نعم. المهم اجتمع هؤلاء على أن يدفع كل فريق 1000 يورو، أجمع هذه الأموال، المركز الأول يأخذ مثلا 3000 يورو، المركز الثاني 2000، المركز الثالث 1000، مفهوم؟ هل يصح؟ لا يصح، لأنه يدفع الكل ويربح البعض ويخسر البقية، مقامرة، هذا هو القمار. لكن اجتمعوا على الجري، من يربح أول واحد دون أن يدفع أحد منهم شيء، يصح؟ يصح، لا إشكال. طيب قلت أنا من يفوز في هذا السباق أعطيه 1000 يورو، يصح؟ يصح. طيب تصح في أحوال ثلاثة، المسابقة أن تكون بعوض، يعني بمال، سواء كان نقود أو سيارات أو جوال أو ما إلى ذلك. فنقول مثلا في سباق الخيل مثلا، يدفع هؤلاء أصحاب الخيل ويتسابقوا، وكل واحد منهم يدفع، تصحنا أن تكون بعوض؟ يصح في أشياء ثلاثة، من يعرفها؟ في أشياء ثلاثة فقط يصح أن تكون المسابقة والمغالبة بعوض. نعم، من يعرف؟ في المسابقة بين الخيل والإبل والسهام الرمي، نعم يصح. وأضاف شيخ الإسلام المسابقات في طلب العلم، لأنه يقول هذه تؤدي إلى قوة الإسلام، كما في المسابقة بين الخيل والإبل والسهام، هذا على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب أما المسابقة بغير عوض يصح في كل شيء ولا إشكال، ما لم يكن هذا في محرم. الآن هناك بعض الألعاب، نعم ذكرنا في الدرس الماضي باربي، الآن نذكر هنا شطرنج. شطرنج مربعات ذات لونين، ملك، وزير، والله جنود، المهم كذا وكذا، خيل ولا ما أعرف، يلعبوا بها، موجودة؟ موجودة. ما حكم اللعب بالشطرنج؟ كبيرة من كبائر الذنوب. هل تصح المسابقة والمغالبة في الشطرنج؟ أصلا لا يصح اللعب بالشطرنج. النرد، تعرف النرد؟ النرد مربع فيه من 1 إلى 6، ومربع ثاني من 1 إلى 6، يسميها بعض الناس والله لا أعرف أنا طاولة، أوقف،
نعم بقامون في سوريا واحدة واحدة اسمها بالفرنسي عيد نعم آهل بالنرد مربع فيه من واحد إلى ستة والمربع الثاني من واحد إلى ستة حتى هناك يعني غير هذه ألعاب يعني ترمي وتنظر كم تمشي من خطوات والثاني يمشي وهكذا اللعب بهذا النرد كبيرة من كبائر الذنوب ما تمسك هذا النرد أبدا اجلس فتح الله عليك طيب الآن عندنا إشكال تأتيك رسالة فيها يمكن لك الاشتراك في مسابقة اتصل علينا وضع معلوماتك وتخرج ضمن السحب كثير هذا الاتصال على هؤلاء يكلفك على أقل تقدير الدقيقة 5 يورو نعم موجود هذا صح هذا يدفع 5 و5 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 يجمع هؤلاء 5 ملايين والجائزة 1 مليون هذا قمار مفهوم إذن هذا الاتصال على الأرقام محددة تخرج أحيانا في الشاشة عندهم أو كذا وتأتيك عبر رسائل الجوال يدفع هذا ويدفع هذا ويدفع هذا وفي آخر الأمر يفوز واحد وقد لا يفوز أحد مقامرة لأنه يدفع الكل كثير صحيح وتأتي للشيخ رسالة مبروك مبارك ربح سيارة بورش 2013 اتصل علينا حتى تعطينا المعلومات وكذا وندفع لك السيارة يتصل يأخذ منه 50 يورو أحيانا وفي النهاية لا يجد شيء تأتيك رسائل أحيانا عبر البريد الإلكتروني إيميل ما تدفع شيء وأنت تقول أنا ما دفعت شيء يقول لابد أن تفتح حساب في مصرف كذا تفتح حساب وتدفع لفتح الحساب 500 يورو ثم يقول لابد أن تصنع لنا اعتماد عند البنك وتحول لنا 1500 لأن لا نستطيع التحويل إلا بدفع كذا كثير كثير لو تدخل وتبحث عن عمليات النصب التي تمت تجدها كثيرة هذا حتى إن قلنا أنه هذه العمليات ليست بعمليات نصب واحتيال هي مقامرة مفهوم؟ طيب يبقى معنا الغصب يعني أخذ مال الغير بغير حق خرج بهذا أخذ مال الغير بحق في أخذ مال الغير بحق نعم وفي أخذ لمال الغير بغير حق نعم فإذا كان أخذ مال الغير بغير حق فهذا غصب كبيرة من كبائر الذنوب مثاله جاء إنسان لهذا وأخذ منه السيارة أو أخذ منه قطعة أرض أو أخذ منه الآيفون مثلا ننظر لماذا أخذ منه قال هكذا فهذا غصب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه إرجاع ما أخذ ولو كان يؤدي هذا إلى أن يغرم أضعاف مضاعفة يعني أخذ منه قبل سنة 1000 أخذها وباعها باعها بكم؟ 1 مليون يورو والآن تاب بعد 10 سنين ترجع له هذا الأرض قال ما استطيع الآن الأرض تساوي كم 20 مليون نقول ما نعرف لابد أن ترجع له هذا لأنك أمين صح لا قال غاصب ظالم ولو تغرم أضعاف مضاعفة
لا علينا بهذا، مفهوم؟ هذا ما يتعلق بالغصب، كبيرة من كبائر الذنوب. الآن مثاله أخذ آيفون من إنسان بغير حق، بعد 10 سنين تاب وقال والله تبت إلى الله، تفضل الآيفون. قل ما يصلح ولا ينفع بيورو أصلا الآن، ارميه لأنه نقص الآن، فيعطيه قيمة الآيفون وقت أخذ. أي نعم. أو زاد، مثاله الآن أخذ منه 1 كيلو ذهب، وقت الأخذ كان 1 كيلو الذهب يساوي 1 مليون يورو مثلا، والآن يساوي كذا، يعطيه الآن الزيادة هذا لأنه يزيد، صار فيه ربح لهذا. طيب، يقول أخذ من إنسان آيفون غصب وظلم، ثم باعه لآخر، وهذا الآخر يعرف أن هذا مقصوب ومسروق، حكم الثاني مثل حكم الأول، ظالم متعدي. نعم. ولذلك قلنا لا تذهب إلى هذه الأسواق السوداء تشتري منها. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.